استقبال الجمهور المصري يعني ما شاء الله المسرحيه 3 ايام سولد اوت الحمد لله. الحمد لله اللهم لك الحمد. الجمهور من كل الفئات واغلبهم اسر, ودي حاجه زي ما انت كنت لسه بتقولي حاجه جميله جدا ان جداً الاسره تبقى بتتجمع عشان تروح مسرحيه, والمسرحيه زي ما انت بتقولي الضحك فيها جميل وحلو ومحبب للاسر المصريه. استقبال الجمهور ده بالنسبه لك عامل ازاي؟ بص اسعد لقطه كانت النهارده واحنا بنحيي لما فتحوا النور في الصاله, فلقيت الناس كتير قوي 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 واعمار مختلفه, وفي اطفال وكبار. يمكن عشان احنا واحنا بنعرض الصاله بتبقى ضلمه, فمش بنشوف الجمهور قوي, يمكن بنشوف الصفوف الاولانيه, ما بنشوفش بقى للاخر خالص. فاحلى حاجه ان الصاله كلها كانت مليانه, ما فيش ولا كرسي فاضي تقريبا, فبجد كان احساس كده انت حاجه جميله, سعيد ومبسوط. وانا سعيده جدا ان احنا عملنا تقريبا 20 عرض في السعوديه, ولما جينا مصر كمان سولد اوت في الثلاث ايام دول. فحسن المسرحيه فعلا نجحت في الوطن العربي كله, وده شيء يسعدني. بتحسي في كيمستري ما بينك وبين كريم عبد العزيز؟ جدا 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 بجد. احنا لما بنيجي نصور مثلا في التصوير بتبقى كواليسنا كوميديا جدا, يعني غير التصوير بتبقى كواليس كوميديا. كريم مركز جدا في شغله, بس في نفس الوقت عنده سنس كوميدي كده, بلاك كوميدي خفيف. بحبه وبحترمه, وان شاء الله احنا مع بعض في حاجات تانية مختلفة. اشتغلنا مع بعض طبعا في الازرق الاولاني والتاني, ولسه بيقولوا في التالت. والمسرحية طبعا وضع مختلف, لان صحيح. انت كل يوم على المسرح بتمثل بشكل جديد, يعني كل يوم كل عرض جديد بيبقى يوم جديد. صحيح صحيح. عيد ميلاده الاسبوع اللي جاي, تقوله ايه بقى؟ عايزة اقول لك كل سنة وانت طيب, وربنا يديك الصحة وسعادة, ربنا يخلي لك ولادك ومراتك, والناس بتحبك قوي قوي قوي, وربنا يعني يديك اكتر من اللي انت فيه لان انت تستاهل. وانا بحبك قوي ومبسوطة جدا ان اشتغلت معاك. اخيرا بقى نيلي, ايه الحاجة اللي مع الشغل بتاع التمثيل مع الكم الضغوط مع تفاصيل كتيرة جدا ممكن تبقى فيه تبقى ستريسفل بالنسبة لك, ايه الحاجة اللي بتخليكي تعملي ريليفنج, يعني اللي بتخليكي تفصلي خالص وتحسي ان انت بعدتي عن كل الاسترس ده؟ والله حاجات كتير, بس يعني هو الهدوء. انا بحب اروح البحر وبحب اقعد مع نفسي, احب اسمع مزيكا, يعني هي دي الحاجة اللي انا بعملها, مش بعمل حاجة اكتر من كده. وقبل العرضة وقبل مثلا الشو, هل في حاجة معينة بتدعيها, حاجة معينة بتقوليها, مود معين بتحبي؟ يعني مثلا بمناسبة لعيبة الكورة محمد صلاح, في لعيبة مثلا بتحب تسمع مزيكا, لعيبة تقرا قرآن, لعيبة تقعد تضحك عشان تخرج نفسها من الاسترس قبل الماتشات الكبيرة, هل عندك طقوس معينة ولا مالهاش؟ انا بحب احضر نفسي قبل, يعني دايما اكون على المسرح قبل ما الستارة تفتح مثلا بنص ساعة. بحب اكون موجودة على المسرح, اراجع شوية حاجات, وتلاقيني بتمشى على المسرح, عارف زي كأني في تراك. أيوة. اروح من الكلوز ده للكلوز ده للمكان ده للمكان ده, فاهم, افضل كده ماشية. وطول المسرحية بفضل واقفة على رجلي, ما بقعدش, ببقى بتفرج على زمايلي, بشوفهم. أيوة. بيعملوا ايه, ببقى يعني عارف ستاند باي كأني. في حاجة تانية غير الفيلم الفترة اللي جاية ان شاء الله؟ بصور فيلم تاني دلوقتي صيف 67 مع مخرج كبير اسمه ابو بكر شوقي, يعني فيلم مختلف. مبسوطه جدا بدوري فيه, عامله شخصيه فيروز, وبس لسه في مرحله التصوير.